السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في محاضرتنا اليوم التي سنقدم فيها 10 قواعد مهمة ورئيسية تختصر عملية إدارة حساب التداول والتحكم بالمخاطرة، حيث تتمثل هذه القواعد بهيئة نصائح ذهبية للمتداولين كافة باختلاف أنماط وأساليب تداولهم. طبعا أعرفكم بنفسي، أنا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي. نتحدث في هذه المحاضرة عن القواعد 10 في إدارة المخاطرة في عملية التداول، وطبعا إدارة المخاطرة التداول في العملات إجمالا، وتعرف أيضا بإدارة رأس المال، وكذلك المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السوق سواء كان العملات، الأسهم، السلع، أسعار الفائدة. بالتالي هي مقدار الأموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة، هذه هي الخسارة المتوقعة في حال عدم نجاح صفقتك ودخلت بمرحلة الخسارة. تعتبر إدارة رأس المال في تجارة العملات أو في تجارة الفوركس إجمالا من أهم الأمور والعوامل التي تجعل أو التي تضمن استمرارية المتداول بالسوق، بحيث لا يخسر حسابه ويحافظ على الأموال، لا بل سوف يقوم بتنميتها أيضا. يمكن تقدير المخاطرة بطرق متعددة، وذلك لتحديد نسبة التغير في سعر الأداة المالية أو المنتج الذي تقوم بالتداول عليه، والقيمة المحددة التي يمكن المخاطرة بها على كل منتج، والتقنيات والأدوات التي تحد من هذه التقلبات ومن المخاطر هي محل دراستنا في محاضرة اليوم لنتعرف عليها معا. أول قاعدة هي أن يكون لديك خطط متاجرة خاصة بك وخطط عمل في التداول، حيث أن النجاح في سوق العملات يتوقف على 80% إدارة رأس المال و 20% يتوقف على استراتيجية وخطة عمل ناجحة تلتزم بها. نقصد بالاستراتيجية هي الاستراتيجية التي تلتزم بها في تنفيذ صفقاتك وفي تحليل الأسواق إجمالا. إذا كانت هذه الاستراتيجية مبنية على التحليل الفني مع التحليل الأساسي، أو استراتيجية مبنية بشكل كامل على التحليل الفني، أو استراتيجية التداول وخطة العمل الخاصة بك، فنسبتها هي 20% من محصل عملية أو النجاح في التداول بسوق العملات، بينما 80% يذهب إلى إدارة رأس المال. يجب على المتداول أن يضع استراتيجية للتداول خاصة به، وذلك لتحديد حجم المكاسب المتوقعة والخسائر التي يمكن أن يقبل بها، وذلك قبل أن يبدأ حتى بعملية التداول. إذن يجب أن يكون لديك نظام ثابت يحدد كم تخاطر في كل عملية تداول، هذا هو الأهم. لابد من حساب نسبة الربح والخسارة في كل عملية تتداول أو في كل صفقة تداول تقوم بها، حتى لا تقع في خطأ اختلاف نسبة تعويض خسارة الصفقة الخاسرة. راح نعطيكم مثال لتوضيح هذه الفكرة تحديدا. فعلى سبيل المثال، إذا بدأت بمبلغ $1,000 خسرت من هذا المبلغ $200، فإن خسارتك هي 20% من الأموال. يوجد لديك الآن فقط $800 لكي تعود إلى حيث بدأت، يعني إلى مبلغ $1,000. ليس عليك أن تربح 220% فقط، وإنما عليك أن تربح 25% لتصل إلى $1,000، وبالتالي هي ليست 20% فقط. إذن 25% عليك أن تضيفها على التداولات حتى تستطيع العودة إلى الوضع الذي أنت كنت به. بالتالي مهم جدا معرفة هذا الأمر وكيف تقوم بوضع وقف الخسارة الخاص بك، مهم جدا. ثانيا، الالتزام بوقف الخسارة. وقف الخسارة هو مقدار المال الذي يمكن أن تتحمل خسارته في المعاملة الواحدة. لا يوجد رقم أو نسبة محددة لوقف الخسارة،
لكن يمكن أن تكون النسبة التي تستطيع أن تتحملها، ويفضل أن تكون نسبة صغيرة يعني من الحساب، بحيث لا تؤثر على رصيد الحساب بعد الخسارة بشكل ملحوظ. بمعنى آخر، يجب أن يكون هناك نسبة خسارة، نسبة مئوية من الحساب لكل صفقة تقوم بها. مثلا ينصح بأن تكون النسبة من 1% على التداولات قصيرة المدى، 3% على التداولات متوسطة المدى، و 5% بالنسبة للتداولات طويلة المدى. مهم جدا أن تعرف كل صفقة ما هي نسبة الخسارة من أصل حسابك. فإذا كانت صفقة قصيرة المدى فيجب أن لا تحملها بأكثر من 1% من حجم الحساب كوقف خسارة، فهي صفقة قصيرة وسريعة وهدفها قريب نسبيا، بالتالي يجب أن تكون وقف خسارتك أيضا مدروس و1%. بغض النظر، ممكن 1% أنت تضطرك أنك تأخذ صفقة حجمها أصغر، وبالتالي وقف الخسارة بالنقاط يكون بعيد نسبيا وتبقى محافظة على نسبة 1%. فعلى سبيل المثال ممكن أن تكون 1% هي عبارة عن 30 نقطة من بعيدة عن نقطة الدخول كوقف خسارة، وهي 30 نقطة يجب أن تكون مجمل خسارتك بها 30 نقطة يعادل 1%، وعليك أن تحسب حجم الصفقة المناسب لتحقيق ذلك. 3% بالنسبة للمدى المتوسط، 5% مثل ما ذكرنا للمدى الطويل. وقف الخسارة هو المنقذ الوحيد والحقيقي لأغلب المتداولين في سوق العملات. اللي بيحكي لي وبيقول لي إنه لا أنا ما بحط وقف خسارة، إذن انتظر ضربة كبيرة للحساب وتودي بالحساب كاملا دون أن تكون متواجد حتى أمام المنصة. فبالتالي اللي بيحكي أنه أنا ما بحط وقف خسارة هو بلا شك في مخاطرة غير مدروسة على الإطلاق. وقف الخسارة هو لحمايتك ولضمان بقائك في عالم التداول إجمالا. يجب أن تقرر قبل فتح أي مركز تداول ما هي كمية الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها في هذا المركز، وفي حال ما اتخذت تحركات السوق مسارا ضد توقعاتك. على سبيل المثال، كما هو موضح أمامكم، إذا كان حجم حسابك 10,000 دولار وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% للصفقة المفتوحة، فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي: حجم الأموال المعرضة للخسارة يساوي إلى النسبة المحددة اللي هي 2% ضرب حجم الحساب. فعلى سبيل المثال بالنسبة لل10,000 دولار، 2% هي 200 دولار. إذن أي صفقة أنا بدي أفتحها أقصى خسارة فيها هي 200 دولار، ما لازم أخرج ضمن هذا الإطار. 200 دولار مخصص للصفقة الواحدة في حساب 10,000. المتاجرة بجودة عالية، طبعا المتاجرة بجودة عالية هو مقدار الربح الذي يتوقعه المتداول مقارنة مع مقدار محدد من المخاطرة، يعني ميزان. ما هو الميزان لكل عملية تقوم بها؟ ماذا أستهدف وماذا أقبل بخسارة؟ إذا كان المتداول يخاطر ب100 دولار ولكن يستهدف تحقيق ربح 400 دولار، عندها يقال أن معدل المخاطرة إلى العائد هو 4:1. إذن العائد هو 4 والمخاطرة هي 1 بهذه الحالة، فإذا 1:4 هي معدل المخاطرة إلى العائد. يفضل ألا تقل نسبة المخاطرة على العائد في أي صفقة عن 1:2، بمعنى أنه أنا أخسر 1 مقابل أني أربح 2. طبعا إذا كنت تخاطر ب30 نقطة على سبيل المثال في صفقة معينة وكان الربح المستهدف هو 300 نقطة، فإذن نسبة المخاطرة في هذه الحالة إلى العائد ستكون عبارة عن 1:10،
يعني عمليا أنت تخسر واحد مقابل أن تربح 10، وهذه تعتبر صفقة ذات جودة عالية جدا، وبالتالي يجب أن تحافظ على أن تكون صفقاتك ذات جودة كبيرة قدر المستطاع. عندما تتطلع إلى فتح صفقة جديدة يجب أن تتأكد دائما من أن العائد المحتمل أكبر من الخسارة المحتملة. مثال يوضح هذه العملية وأهمية أنه يجب عليك تحديد هدف للصفقة، العائد المحتمل بأن يكون أكبر من وقف الخسارة المحتملة. على سبيل المثال، إذا كان لديك رأس مال 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحك في 10 صفقات متتالية 40%، بعشر صفقات متتالية كانت نسبة النجاح فيها 40%، يعني نجحت في 4 صفقات وخسرت في 6 صفقات. إذن فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي: النسبة 1:1، 200 دولار ضرب 4 صفقات ناجحة، مطروحا منه 200 دولار ضرب 6 صفقات خاسرة، لأنه أستهدف ربح بقدر ما أستهدف خسارة. فنسبة 1:1 يعني عائدي 200 وخسارتي 200 في هذه الحالة. فعندي 4 صفقات رابحة، 200 ضرب 4 800، مطروحا منه 6 صفقات خاسرة، 200 ضرب 6 600 عفوا 1200. فبالتالي 800 ناقص 1200 أنا خسرت في مثل هذه الحالة 400 دولار، نتيجة أن العائد مقابل المخاطرة هو 1:1 وأن نسبة نجاحي في الصفقات كانت 40% فقط. تخيل كيف تتغير هذه الحالة من خسارة إلى ربح فقط بتغيير استهدافاتي مقابل الخسارة المتوقعة. يعني العائد المتوقع إذا كان 2 مقابل الخسارة عند 1، بمعنى أني أربح في الصفقة 400 دولار ولكن أخسر فقط 200 دولار، يعني أنا محدد له أني أخسر 200 دولار في الصفقة مقابل أني أربح 400 دولار في كل صفقة. وتحرك السوق وجاءت نسبة النجاح تبعي 40%، يعني 4 صفقات حققوا نجاح، 4 ضرب 400، فبها الحالة أنا ربحان 1600 دولار، مطروحا منه الصفقات اللي خسرت فيها واللي هي 6 صفقات ناقص 200 دولار لكل صفقة، بالتالي 1200 دولار، 1600 ناقص 1200، أنا أصبحت في خانة الربح وليس في خانة الخسارة، 400 دولار ربح في مثل هذه الحالة. وكلما رفعنا نسبة العائد مقابل المخاطرة كلما ارتفعت لدينا الربحية في هذه الحالة. بالتالي المتاجرين هم وفق التصنيف اللي عم بتشوفوا هون على اليسار. إذا كانت النسبة 1:1 فالدقة المطلوبة في تحقيق الربح هي 50%. 50% تربح، أنت على الأقل 50-50، مالك رابح ومالك خاسر في هذه الحالة. ولكن مجرد أنك ارتفعت صار ربحك المستهدف ضعفي الخسارة المتوقعة، يعني عائد مقابل مخاطرة 2:1، الدقة المطلوبة فقط في الصفقات هي 35%. يعني بمعنى آخر، أعطيني 4 صفقات رابحة من أصل 10 سوف تكون في خانة الرابحين. إذا كانت هدفك 3 أضعاف وقف الخسارة فأعرف أنه تحتاج فقط إلى نسبة نجاح 25% فقط، يعني من أصل خلينا نقول 20 صفقة تحتاج فقط إلى 5 صفقات رابحة حتى تكون في خانة الربح. فتخيل لو كانت الهدف الخاص بك 4 أضعاف وقف الخسارة، عندها تحتاج إلى نسبة دقة ونجاح 20% من صفقاتك. هذه هي القاعدة الثالثة، وهي المتاجرة بجودة عالية. مهم جدا الالتزام بهذه القاعدة في إدارة المخاطرة في الحساب. رابعا، التدريب الجيد. لابد من المتاجرة على حساب افتراضي، واحد جديد في الماركت مباشرة لازم يبدأ بالتدرب على حساب ديمو، على حساب
افتراضي غير حقيقي قبل المتاجرة على حساب حقيقي. ما الهدف من ذلك؟ لأنه يساعد الحساب التجريبي على بغرض مهم، وهو تمكين المتداولين المبتدئين في أسواق العملات والتعرف على جوانب التداول المختلفة دون الحاجة إلى التجريب بأموالك الحقيقية. لابد من المتداول أن يتاجر لأكبر فترة ممكنة حتى يتمكن من المتاجرة بالأموال الحقيقية لفترة، طبعا فترة التدريب لا تقل عن تقريبا شهر إلى 3 أشهر، ومراقبة الأداء والتطور في توقع حركة الأسعار. نتحدث عن المتداولين الجدد، الدخول مباشرة في السوق قد لا يكون خيار مناسب وصحيح. من أهم مميزات الحساب الافتراضي أو الديمو هو فهم كيفية وضع الأوامر وإدارة الصفقات التجارية القائمة واختبار استراتيجية التداول. إذا كنت جديدا على التداول ينصح بشدة أن تقوم أولا بالحصول على حساب تجريبي، حيث تكون مرتاحا مع كل من استراتيجية التداول الخاصة بك وكذلك منصة التداول نفسها، ومن ثم تنتقل إلى شعور الخاص ب استثمار أموالك بشكل مباشر. طبعا لا تغني تجربة الحساب التجريبي عن التجربة الحقيقية بالأموال الحقيقية، لأن المعايير قد تختلف بعض الشيء، ولكن على الأقل أنت تخطيت الحاجز المطلوب منك للتعرف على منصة التداول، للتعرف على استراتيجية التداول. ما عليك إلا أن تطبق ما تعلمته على الحساب التجريبي. القاعدة الخامسة: لا تتحدى السوق. بمعنى آخر، لا تفكر حالك أشطر من الماركت. تحليل العملات ومتابعة الأسعار تتطلب الكثير من الوقت والجهد الفكري والصبر وانتظار الفرصة المناسبة حتى تدخل. لذلك حينما تشعر بأنك تتداول بغرض فقط الانتقام من الخسائر اللي أنت تعرضت لها والسعي فقط لتعويض ما خسرته من أموالك، فمن المفضل أن تترك التداول لبعض الوقت حتى تهدأ أعصابك مرة أخرى لتتمكن من التداول بشكل صحيح، لأنه العملية ليست عملية انتقامية. هذا الماركت يتحرك عليك وعلى غيرك، ضدك ومعك، بالتالي يجب أن تعي تماما أن الهدف ليس تعويض الخسائر والانتقام للخسائر بأسرع وقت ممكن. محاولة التعويض بشكل سريع تتسبب في أغلب الحالات يا أخوان، وهذا من تجربة شخصية من العديد من العملاء اللي مروا علينا، تتسبب في خسارة أكبر عادة. لذلك يفضل التريث وهدوء الأعصاب حتى تكون قراراتك سليمة بشكل أكبر، وحتى تتمكن من الدخول في الصفقات بشكل سليم أكثر. لا تتاجر وأنت مريض أو في حالة نفسية متعبة أو فكرية غير طبيعية في الوقت الحالي، فإن ذلك بلا شك سيقودك إلى قرارات غير صحيحة وستكون قرارات متعجلة إجمالا. الخسارة في المتاجرة هي أمر طبيعي جدا لا محالة، ممكن جدا تخسر في التداولات. أعتى المحللين والمتداولين معرضين للخسارة ويتقبلون الخسارة، لكن شو الخسارة المدروسة؟ الخسارة هي أمر طبيعي لا محالة منه مهما بلغت قدراتك وخبرتك، فلا بد يأتي عليك بعض الصفقات اللي ممكن تخسر فيها، فلا يمكن لأحد أن يصدق يعني أو عفوا أن يكون يعني يصدق أن كل تداولاته صحيحة أو وتوقعاته تأتي مطابقة تماما للواقع طوال الوقت. وحينما تدرك أو تدرك أن الخسارة في المتاجرة هي أمر طبيعي ويحدث، فإن ذلك سوف يساعدك في تقبل الخسارة ويزيد من خبرتك وهدوء أعصابك بالتداول، بالتالي تتخذ قرارات غير متعجلة وسليمة تساعدك في تحقيق أرباح بصورة غير مباشرة. تلاحظ أنك عوضت كل الصفقات اللي أنت تعرضت فيهم لخسارة. مهم جدا 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 يا أخوان أنك تعي أنك لست في مرحلة أو في حالة دفاع أو عن الصفقات وعن طريقة تحليلك، وأنت لا تتحدى السوق في مثل هذه الحالة.
الفكرة التي تليها هي مسمات بالرافعة المالية. الرافعة المالية تعتبر من أهم المميزات في سوق العملات، وهي التي يعني هي السبب وراء وجود العديد من المتداولين الصغار في هذا السوق إجمالا، وذلك لأنها تعطيك السيولة وتعطيك أيضا التسهيل الائتماني الذي يمكنك من اتخاذ صفقات أكبر من حجم استثمارك الحقيقي. فالرافعة المالية هي تعتبر أهم مميزات سوق الفوركس عن أي سوق آخر. هذه الميزة بحد ذاتها قد تتحول إلى نقمة عند سوء استخدامها وعند الإفراط في استخدامها، قد تطيح بحساب التداول بوقت سريع وخيالي. بالتالي شركة إكويتي على سبيل المثال تقدم لك رافعة floating أو flexible أو رافعة مرنة تبتدأ من 1 إلى 500. هذا لا يعني أنك تبدأ بالتداولات بشكل عشوائي وتزيد من عدد الصفقات المفتوحة حتى تستنفذ كل الرأس المال الموجود لديك كهامش للصفقات اللي أنت فتحتها. بالتالي يجب أن تعي أن هذه الرافعة المالية هي سلاح ذو حدين، إما أن يساعد على تحقيقك للأرباح أو أن يسبب خسارتك للأموال، ولكن طريقة الخسارة بسبب الرافعة المالية ستكون سريعة وكبيرة جدا، وهي الحالة الأكثر انتشارا نتيجة أنك أنت بتشوف بحسابك في عندك إمكانية تفتتح صفقات كثير ومراكز كثير وتطمع بالماركت وتبدأ باتخاذ صفقات بشكل سريع وعشوائي، وهذا يزيد من المارجن اللي أنت بتاخده وبتوصل للمارجن ليفل بشكل سريع جدا. يمكنك المتاجرة في سوق العملات برافعة مالية مدروسة وباستفادة جيدة من الرافعة المالية. طبعا شركة إكويتي بإمكانها تحدد لك أي سقف تريده للرافعة المالية، تبدأ من 1 إلى 500 أو تبدأ من 1 إلى 400 أو 1 إلى 200، الأمر يعود لك. لكن أشرح لكم سريعا الفلوتينج ليفرج اللي موجودة في شركة إكويتي. أول 3 ملايين من حجم التداول كحجم تداول فعلي هي سوف تكون عند رافعة مالية 1 إلى 500، من ثم عندك 3 ملايين التالية سوف تكون رافعة مالية 1 إلى 400، ومن ثم 2 مليون، يعني 2 مليون حجم الصفقات المفتوحة 2 مليون، بيكون عندك الرافعة المالية 1 إلى 200، وهكذا حتى تصل إلى رافعة مالية 1 إلى 33 لما تبقى من الحساب الخاص بك. فهو يتدرج من 500 إلى 400 إلى 300 إلى 200 إلى 100 وصولا إلى 33 كما ذكرنا. تنويع الصفقات، لابد من القاعدة السابعة هي تنويع الصفقات، لابد من التنويع في التداول على أسواق العملات وعلى أسواق الكوميديتيز إجمالا، حيث المتاجر في زوج عملات واحد يعطي إشارات قليلة ومتباعدة عن بعضها، لذلك يفضل أن تنوع المتاجرة على عملات بشكل أكبر. لا يجب أن تفتتح صفقة بأكثر من 10% ل15% من إجمالي رأس المال، وذلك حتى لا يتوقف ربحك أو خسارتك على زوج واحد فقط. إذا تحرك هذا الزوج أنا ربحت، وإذا تحرك بعكس توقعي أنا خسرت جميع أموالي. بالتالي من المهم جدا أن تقوم بتنويع الصفقات على أكثر من منتج لعدة أسباب. أهم هذه الأسباب أنك أنت ما تكون حاطط رقبتك بيد منتج واحد فقط، ربحك وخسارتك مرتبطة بهذا المنتج. إذن القاعدة الأولى أنه المتاجرة في زوج عملات واحد لا يكفي، يعطي إشارات قليلة ومتباعدة، وأنك تفتح على زوج واحد 10% إلى 15% من إجمالي رأس المال، صفقات مستخدم المارجن فيها أو الهامش فيها أكثر من 15% من رأس مالك، إذن أنت تضع البيض كله في سلة واحدة في مثل هذه الحالة. أيضا عندما تريد أن تنوع في الصفقات فاتجه إلى صفقات ذات يعني ارتباط أقل
في ما بينها أو فيما بعضها البعض كمنتجات، حيث من المهم أن يكون التنويع في العمليات أيضا بين أزواج عملات أقل ارتباطا في الحركة. على سبيل المثال، إذا كانت لديك صفقة شراء في زوج يورو دولار أمريكي، فلا يجب أن تدخل على باوند دولار بسبب أن بينهما ارتباط وثيق في الحركة عليه، فكأنك دخلت بنسبة مخاطرة مضاعفة على زوج واحد. إلجأ إلى أن تتداول على منتجات الرابط بينها أقل نسبيا. إذا أردت الدخول على زوجي اليورو دولار والباوند دولار في وقت واحد، فعليك بتقسيم نسبة المخاطرة على العملتين كأنهما عملية واحدة. بمعنى، إذا كانت نسبة المخاطرة للصفقة على المنتج الواحد 2%، ف1% على اليورو دولار و1% على الباوند دولار. بهذه الحالة انت قللت من المخاطرة من ناحية انك عم تتداول على ازواج مرتبطة حركتها مع بعضها البعض. هناك ارتباط بلا يقل عن 60 إلى 70% بين حركة زوج اليورو دولار امريكي والباوند دولار امريكي. لابد من توزيع الصفقات بين العملات والمعادن، وطبعا الاكثار او الابتعاد عن الدخول في الصفقات بشكل مكرر بسبب الارتباط الذي يوجد ببعض العملات وبعضها الاخر ايضا مرتبط بالمعادن او بغيرها من السلع. مهم جدا، يعني على سبيل المثال النفط ودولار امريكي دولار كندي، هناك ارتباط كبير بين هذين المنتجين. عند التداول عليهما مع بعض كانك انت عم تضاعف مخاطرتك بالتداول. لذلك أفضل طريقة هي أن تقلل المخاطرة لكل صفقة من هذين الصفقتين إجمالا. التداول بالأموال الزائدة عن احتياجاتك، وهذا أمر شائع بشكل كبير. لا تتداول يا أخي بأموال أنت تحتاجها بشكل مباشر، لأن هذا السوق ميزته الرئيسية، وهذا إخوان نصيحة أخوية للجميع يعني، ولا يعني حتى الشركة يعني تتفق معي إجمالا بهذه النقطة بغض النظر عن توجهاتنا لتوسيع قاعدة العملاء، ولكن من المهم جدا أن يكون العميل مرتاح بالنسبة للأموال التي يستثمرها في هذا السوق، لأنه أنت عم تستثمر بسوق ذو مخاطرة مرتفعة، بالتالي يجب أن تكون هذه الأموال إلى درجة كبيرة زائدة عن احتياجاتك الضرورية لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن التداول في سوق العملات إجمالا. بالتالي يجب أن تتجنب المتاجرة بأموال غير قادر على خسارتها بشكل كامل، والتي تؤثر على وضعك المادي بشكل مباشر. نحذر ونحذر ونحذر من الاستدانة والمتاجرة في سوق العملات، فهذا سوق يؤثر عليك بالسلب، وقد يؤثر على تداولاتك وعلى نفسيتك، ويكون حتى سبب في خسارتك. بالتالي يجب أن تكون الأموال المخصصة أنت للتداول أموال فعلا مرتاح بالنسبة لها، لأنه هذا السوق هو فيه مخاطرة عالية، ويحتاج أن تكون أنت يعني مالك ويعني مرتاح بالنسبة لاستثمارك الذي تدرجه في هذه الأسواق. نصيحة وقاعدة مهمة جدا. القاعدة التاسعة هي اختيار شركة التداول. من أحد أهم القواعد التي يجب عليك أخذها بعين الاعتبار، ما هي الشركة التي أنت تضع أموالك واستثماراتك وثقتك الكاملة بها؟ اختيار وسيط التداول الخاص بك من أهم قواعد الحفاظ على رأس المال والتداول بأمان. يجب أن تكون آمن في تداولاتك. سنذكر بعض القواعد التي لابد أخذها في الاعتبار عند اختيار شركة التداول. أولا، أجب عن هذه الأسئلة: هل الشركة مسجلة في هيئة رقابية قوية ذات مصداقية ومعروفة دوليا وعالميا؟ لعل أهم وأبرز الهيئات المالية، هيئات الرقابة المالية، هي الـ FCA، هيئة الرقابة المالية البريطانية، وفي مجالنا وشركة إيكويتي تفخر بأن لديها هذا الترخيص. أيضا
من هيئات الرقابية القوية أنه يكون الشركة مرخصة من هيئة رقابية في المنطقة اللي أنت متواجد فيها. على سبيل المثال شركة إيكويتي مرخصة من قبل بورصة دبي للذهب والسلع دي جي سي إكس، وكذلك أيضا مرخصة من أسكا هيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة، بالتالي تتمتع بترخيص قوي جدا في المنطقة العربية وفي الميدل إيست أو الشرق الأوسط والعالم إجمالا. هذه هي الرخص التي يجب أن تتطلع إليها عند تداولك مع أي شركة وساطة، لأنه ببساطة هذه الهيئات الرقابية الصارمة هي التي تنظم أداء وعمل شركات المالية إجمالا. ثانيا، هل الشركة توفر حسابات خالية من فوائد التبييت؟ مثلا بالنسبة للمتداولين وفق الطريقة الإسلامية يجب أن يكون واضح هل في فوائد على التبييت سواب أم لا. طبعا شركة إيكويتي أيضا لديها منتجات عديدة خالية من السواب وبإمكانك التداول عليها كذلك الأمر. ثالثا، هل الشركة توفر منصة تداول جيدة خالية من المشاكل أثناء التداول؟ يعني ما في عندك صفقات لا يتم تنفيذها بشكل فوري، أو في عندك مشكلة بفتح الصفقات أو إغلاقها، أو المنصة نفسها تتوقف عن العمل أو تتوقف الأسعار فيها. هذه مهمة جدا ويجب متابعتها، يجب أن تنتبه إليها في الشركة اللي بتتداول عليها. مدى فاعلية وتجاوب خدمة العملاء في حل المشاكل اللي بترتبط فيك أيضا من المخاطر المهمة جدا في شركات التداول وفي عملية التداول أساسا، أنه يكون عندك عم تتعامل مع شركة ما فيها خدمة عملاء مباشرة تتواصل معك وتحل لك المشكلة اللي أنت موجود فيها. من الأسئلة التي يجب أن تسألها لنفسك قبل أن تتداول، هل هذه الشركة تقدم فروقات سعرية ممتازة جيدة تنافسية قليلة؟ مهم جدا أن تكون على اطلاع بالفروقات السعرية أنها منافسة الفروقات اللي أنت عم تحصل عليها للتنفيذ. مدى سرعة تنفيذ أوامر التداول على منصة الشركة؟ بالمنطق عندما يكون هناك تأخير في تنفيذ الأوامر، إذا هناك في عمليات عم بتصير لحتى يتنفذ هذا الأمر، فأعرف إنه الأمر ما له نظيف. لما يكون التنفيذ فوري وبشكل مباشر، إذا هناك مصداقية وهناك أداء جيد في منصة التداول ولشركة التداول كذلك الأمر. مدى مصداقية وسمعة الشركة بين المتداولين بالسوق؟ هذه هي قاعدتك التاسعة. وأخيرا القاعدة العاشرة وهي مهمة جدا، هي انت ونفسيتك انت كمتداول، نفسية المتداول بعد ان يخسر. هناك متداولون يقومون برفع المخاطرة بعد تحقيق عدة صفقات خاسرة، ظنا منهم ان احتمال ربحية الصفقات القادمة ستكون فرصتها اقوى في تحقيق الهدف. هذا الاعتقاد خاطئ، والحقيقة أن كل صفقة من تداولك هي نسبة نجاحها من عدمه هي 50% ربح 50% خسارة. إذا كانت لديك 6 صفقات متتالية خاسرة، فإن احتمال الصفقة السابعة في تحقيق الربح أيضا هو 50% ربح 50% خسارة. هذا الاعتقاد الخاطئ يتكون لدى كثير من المتداولين المبتدئين، أنه إذا أنا خسرت 6 صفقات وراء بعض فالسابعة لازم تكون رابحة. ليس بالضرورة، دائما أنت أمام ربحية وخسارة بنسبة 50%. تقوم بجهدك تحلل الأسواق، لكن هذا لا يعني أبدا بعد 6 صفقات خاسرة أنك تزيد مخاطرتك بالصفقة السابعة على أمل أنه الصفقة السابعة اللي راح تعوض فيها وخلص كفاية خسائر في مثل هذه الحالة. التصرف الصحيح هي رفع المخاطرة بعد تحقيق الربح، المخاطرة بالربح بعد ما تبدأ أنت تحقق أرباح وأصبح في عندك فائض في حسابك فوق رأس المال الذي بدأت به بالتداول، وأردت أن ترفع من نسبة المخاطرة طبعا وفي نفس الوقت تستهدف عائد أكبر، فأعرف أنه هذا الأمر يحدث فقط بالأموال اللي حققتها من الأرباح. ولكن بعد الخسارة ما تصنعه أو ما الصحيح الذي يجب أن تفعله هو تقليل حجم المخاطرة برأس المال بهدف رئيسي. ما هو؟ هو المحافظة بقدر الإمكان على رأس المال المتبقي.
حتى يكون عندك الفرصة أنك تظلك موجود في السوق. أرجع فيكم لأول قاعدة لما ذكرت لك أنه إذا خسرت 20% من رأس مالك اللي هو $1000 في أول مرة، فحتى تستعيد ال20% اللي هي $200 اللي خسرتهم، عليك أن تربح 25% على رأس مالك الجديد. بالتالي أنت بهذه الحالة ليس من المطلوب منك أن تزيد المخاطرة، ليس بالضرورة أن تزيد المخاطرة، والخسائر اللي أنت تعرضت لهم رح يجوا بصفقات رابحة قادمة. هون أنا رح أخذكم على نظام لإدارة رأس المال. خليني نبني مع بعض نظامك الخاص بإدارة رأس المال من خلال هذه المحاضرة. أولا عرفنا أنه لابد من وجود استراتيجية عمل واضحة للتداول، تحدد بها أو من خلال هذه الاستراتيجية نقاط الدخول، الهدف، وقف الخسارة بشكل واضح قبل الدخول بأي صفقة. يعني حط قدامك قاعدة أنه أنا ما بدخل بأي صفقة مقياس الربح فيها أقل من 2-1 عائد مقابل مخاطرة. أستخدم التحليل الفني أو التحليل الأساسي في نقاط الدخول، أحدد الوقف الأرباح والتيك بروفيت، وأحدد وقف الخسارة. ثانيا الالتزام بالنقاط التي قمت بتحديدها عند دخولك للصفقة، وأن لا تتدخل بالتعديل على الهدف أو وقف الخسارة بعد الدخول في الصفقة بشكل مباشر. لازم تحط قاعدة أنه أنا وقت اللي بجيب 50% من الأرباح أحرك وقف الخسارة، هاي هي الاستراتيجية التي أعمل بها. 30% من الأرباح أحرك وقف الخسارة، 60% أو 50% من الأرباح أحركه مرة أخرى. حققت 100% من الأرباح، إما أن أغلق الصفقة أو أن أبدأ بعملية تريلينج تيك بروفيت أو أتابع الأرباح إذا ماشي السوق بنفس الاتجاه اللي أنا ماشي فيه. أما أنك تعدل نقاط وقف الخسارة والتيك بروفيت بشكل دائم خلال بعد وضع الصفقة بشكل مباشر، فنحن ننصحك أنك لا تتصرف بهذه الطريقة. في غالب الأحيان عندما تتصرف تحت تأثير نفسيتك وتحركات السوق لا تتصرف عن طريق استراتيجية التداول الخاصة بك، فإن ذلك سوف يسبب خسارة بلا شك. ثالثا المخاطرة لكل عملية تداول يجب أن لا تتجاوز 3% خسارة من رأس المال بالعملية الواحدة، ويكون من الأفضل لك تقليل حجم المخاطرة ل1% أو 2%، وسنقوم بأخذ النسبة الوسط على الأقل بينهم اللي هي 2%. بمعنى آخر كل صفقة أنت بتاخذها حاول أنك ما تخسر أو لا ترفع نسبة الخسارة فيها بأكثر من 3% من رأس المال الخاص بك. عندما تكون صفقتك على مدى طويل بإمكانك تاخذ 5% على سبيل المثال، لا تتجاوز ذلك. أنا عم أقول لك وقف الخسارة وين بتحطه، بغض النظر أنت وقف الخسارة هذا رح يضرب الستوب لوس تبعك أو لا، تحرك على أساس أنه غير حجم الصفقة الخاص بك تفت الـ5% على المدى الطويل، 3% على المدى المتوسط، و2% على المدى القصير، وخلينا نكون وسطي على الأقل 2%. نأخذ مثال عن هذا الأمر. فإذا كان المخاطرة الخاصة لكل عملية من رأس المال 2% وحسابك فيه $10,000، فأنت $200 للصفقة الواحدة بإمكانك تخسر. إذا يجب عليك أن تعدل وقف الخسارة بحيث لا تخسر أكثر من ذلك في العملية الواحدة، يعني بعملية واحدة تقوم بفتحها ما تخسر أكثر من $200. إذا كنت من المتاجرين قصيري المدى ووضعت وقف الخسارة مثلا 40 نقطة، فتحسب كالتالي بهذه الحالة: $200 قسمهم على 40 نقطة بتطلع معك قيمة النقطة الواحدة $5 لكل نقطة. هذا يعني أن الدخول بخمسة عقود مصغرة ميني لوت، يعني 0.5 لوت قياسي، فبإمكانك أنك تحقق هذه المعادلة اللي أنت حددتها. إذا تفاعل وقف الخسارة فهذا يعني أن خسارتك هي $200 فقط،
وهي تعادل 2% من رأس المال. إذا وقف الخسارة بعيد 40 نقطة، غير حجم الصفقة يا أخي، لا تلتزم بحجم الصفقة 1 لوت أو 2 لوت، حتى تتمكن من التجنب أو الالتزام بنسبة مخاطرة محددة لكل صفقة. أما إذا كنت من المتاجرين على سبيل المثال من المدى المتوسط أو الطويل، ووضعت وقف الخسارة عند 200 نقطة مثلا، فالحساب يكون كالتالي: 200 دولار تقسيم 200 نقطة، إذا معك دولار واحد لكل نقطة. حجم الصفقة في هذه الحالة يجب أن يكون عبارة عن 0.1 لوت، أو عبارة عن لوت مصغر واحد، ميني لوت واحد. فإذا تفاعل وقف الخسارة فهذا يعني أنك خسرت فقط 200 دولار، وهو ما يعادل 2% من حجم رأس المال الخاص بك. 4، يفضل عدم فتح أكثر من 3 صفقات معا، حتى تقدر تمنج وكنترول الصفقات المفتوحة. حاول أنك ما تفتح أكثر من 3 صفقات في آن واحد على الحساب، وذلك الهدف منه هو تجنب المخاطرة وتقلبات أسعار السوق، وأيضا لتستطيع التحكم وإدارة الصفقات المفتوحة بفعالية كبيرة. 5، يجب أن تنوع المنتجات التي تتداول عليها بين أزواج عملات وبين معادن وبين سلع، يكون عندك دائما سلة من المنتجات التي تتداول عليها. بالوصول إلى هذه النقطة ينتهي المادة العلمية اللي أنا مخصصها لكم في محاضرة اليوم.